رحيم الاستاذ دريس ترالي عضو المكتب التنفيذي ومقرر لجنه التواصل الاعلامي والعلاقات الخارجيه ورئيس مجلس الجهوي العدل المحكمه سنة بني ملال. حنا اليوم جينا لنلبي صوت الجسم العدلي، صوت الكرامه، صوت العزه، من اجل ايصال صوتنا للوزاره الوصيه، من اجل اخذ بعين الاعتبار ان الجسم العدلي جسم واحد من طنجه للقويره، وجسم ينشد فقط مطالب دستوريه حقوقيه طبقا للتعليمات الساميه الملكيه اللي كان واحد الحدث بارز ديال ولوج المراه وبالارتقاء بالمهنه، الا ان التوصيه اللي صادق عليها سيدنا لم تكن بعين الاعتبار ولم تؤخذ لدى الوزاره الوصيه، بحكم انها التوصيه هذه يجب العمل بها بالارتقاء بمهنه العداله، بتوجيه بايجاد ارضيه سلسه للمراه العدل للاشتغال كشقيق هذا الرجل، كذلك بانزال جميع المقتضيات لتكافؤ الفرص مع شقيقتها المراه في باقي القطاعات الاخرى. اذا احنا صوت الساده العدول هو صوت مساحه الميمونيه للتعبير عن هذه الرساله الاحتجاجيه لعن التملط وتلكؤ الوزاره الوصيه في اخذ بعين الاعتبار المحاضر الرسميه في اطار المقاربه التشاركيه اللي شدتها الوزاره الوصيه، ولكن احنا كان حوار غير مسؤول وغير جاد اللي خلى تراجعات خطيره في القطاعات الحكوميه بعد الاحاله ديال القانون من الوزاره الوصيه، وهذا يدل بشكل كبير ان الوزاره الوصيه لم تسلك مسلك الفرص المتكافئه، مسلك العداله التشريعيه. نحن لا نطلب سوى العداله التشريعيه والعداله الاجتماعيه في ظل قانون يحمي مصلحه السيدات والساده عدود، في ظل حقوق وامتيازات يتميز بها باقي المهنيين على غير باقي المهنيين. اذا المساله جينا اليوم باش نشدوا بصوت واحد وبكلمه واحده في اطار الهيئه الوطنيه، في اطار كذلك الجسم العدلي، لايجاد صوتنا يكون مسموع لدى المنابر الاعلاميه ولتنوير راي العام ان الساده العدود مع مصلحه المواطن، مع مصلحة الوطن، تبقى التعليمات السامية الملكية في إطار جدية وفي إطار الحكامة الجيدة. وشكرا. أنتم اليوم تلاحظون وتشاهدون هذه الوقفة الاحتجاجية الحاشدة لعدول المملكة المغربية الذين جاءوا إلى الرباط وحجوا إلى الرباط من مختلف بقاع المغرب ليقولوا لوزارة العدل وللمشرع بشكل عام لا لسياسة التسويف، لا لسياسة المماطلة، نحن نطالب الإنصاف في هذه البلاد، إنصافا تشريعيا، إنصافا وعدلا في التعاطي مع قضايا العدول، ولا سيما القضية الأولى هي قضية ملف تعديل القانون. طبعا هذه الاحتجاجات وهذه الإضرابات وهذه الوقفات لم تأتي يعني طرفا، إنما لها دواعي وأسباب. هذه الأسباب يأتي على رأسها مجموعة من التراجعات لوزارة العدل على مضامين المحاضر الموقعة بين الهيئة الوطنية للعدول ووزارة العدل بخصوص معالجة ملف تعديل القانون 16/03 المنظم لمهنة التوثيق العدلي ببلادنا. طبعا لما تم الاتفاق بين الهيئة والوزارة تمت كذلك إحالة المشروع على مجموعة من القطاعات الحكومية، وتفاجأنا بتسريب مشروع يحمل رقم 22/16 يتضمن مجموعة من المقتضيات على خلاف ما تم الاتفاق بشأنه بين الوزارة والهيئة الوطنية للعدول. وفي هذا الإطار كهيئة وطنية للعدول بادرنا إلى فتح حوار مع الوزارة، وقمنا بمراسلات رسمية كتابية لوزارة العدل، وبلغناها بموقفنا الرسمي الرافض لهذه التراجعات، لكن الوزارة لم تستجب، لم تفتح حوارا جديا ومسؤولا ومعقولا للرجوع إلى تلك المقتضيات المضمنة في المحاضر. وبالتالي ردنا، رد الهيئة الوطنية للعدول بمختلف أجهزتها، كان ردا قويا كما تلاحظون وتشاهدون، ردا ميدانيا بتدشين محطات نضالية بدأناها بالإضراب، يعني التوقف عن العمل، ثم وقفة احتجاجية سابقة، ثم إضراب عن العمل، ثم وقفة احتجاجية اليوم،
وسنصل إلى الاعتصام أمام أبواب الوزارة قريبا إن لم تستجب، أقول قريبا إن لم تستجب الوزارة وتجلس مع الهيئة الوطنية للعدول من أجل حل هذا المشكل، وهو بالدرجة الأولى مشكل يمس مصالح المواطنين المغاربة، وكذلك المغاربة العالم الذين يأتون المغرب من أجل توثيق حقوقهم ومعاملاتهم الحصرية لدى عدول المملكة المغربية. إذن نحن اليوم نخاطب الوزارة لكي تتعامل وأن تعود إلى رشدها وتتعامل مع الهيئة الوطنية للعدول بشكل مسؤول وبشكل جدي، وهذه الجدية طبعا لها مرجعية جاءت في الخطابات الملكية السامية. إذن على الوزارة أن تلتقط فلسفة جلالة الملك وأن تتعامل مع الهيئة الوطنية للعدول في ضوء هذه الفلسفة الحكيمة لجلالة الملك في خطاباته الرسمية، وكذلك في ضوء مع أحكام الدستور المغربي، وكذلك في إطار توصيات إصلاح منظومة العدالة ومتطلبات العدالة التشريعية بالمغرب. نحن اليوم قررنا ولن نعود إلى المكاتب. لماذا؟ لأن الوزارة انتهجت سياسة صم الآذان، والهيئة الوطنية للعدول في هذه المسألة في القضية الوطنية الأولى عنيدة ولن تعود إلى المكاتب. العدول عدول المملكة المغربية أجمعوا، إما قانون منصف وعادل منطلقه المحاضر الموقعة مع الوزارة، وإما الجلوس في الشوارع والاعتصام إلى ما لا نهاية، بل أكثر من ذلك هناك قرار سنكشف عنه قريبا، لأن عدول المملكة استاءوا من هذا التعامل الوزاري مع الهيئة الوطنية للعدول، قرار الاستقالة الجماعية. عدول المملكة اليوم يقولون إن لم تستجب الوزارة يهددون باستقالة جماعية من هذا القطاع، لأنه قطاع مهني له قانون لا غير منصف ولا يحمي العدول في معاملاتهم وممارسة مهامهم، قانون يكرس التمييز، قانون فيه مجموعة من المقتضيات المتجاوزة تاريخيا، مقتضيات لا تستجيب لمتطلبات العصر. وبالتالي في إطار الهيئة الوطنية للعدول نقول اليوم نحن قررنا التصعيد ولن نعود، والحل اليوم بيد الوزارة وعليه أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في حل هذا الإشكال الذي صنعته الوزارة نفسها. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.